بسم الله الرحمن الرحيم. use the graph to find the limit، اللي هو عندما x تقترب من 3 من ناحية اليمين وعندما تقترب من ناحية اليسار، وهل النهاية موجودة ولا لا. نشوف الآن مثلا هنا هذا الرسم. طيب هذه الثلاثة شوف من اليمين تقترب، عندما تقترب من اليمين اللي هو نلقى انه قيم الواي يمشي إلى ما لا نهاية، ومن اليسار إلى ما لا نهاية. في هذه الحالة نقول أن النهاية هنا من اليمين هتكون اللي هي ما لا نهاية، ومن اليسار أيضا ما لا نهاية. فإذا الليمت لـ fx هيكون اللي هو ما لا نهاية. طيب السؤال الثاني، هاي برضه أيضا عايز أشوف من اليمين يسار، يمين الاثنين ويسار الاثنين. هذه الرسمة لاحظ إنه من ناحية اليمين، من ناحية اليمين هذه الاثنين، طبعا هذه الاثنين ناحية اليمين تأتي من هنا وتنزل إلى ما لا نهاية، من ناحية اليسار إلى هنا إلى سالب ما لا نهاية، وهنا إلى موجب ما لا نهاية. إذن هنا الأولى من ناحية اليمين هتكون ما لا نهاية، ومن ناحية اليسار سالب ما لا نهاية. إذن دي المختلفات. إذن نقول هنا النهاية عندما الدالة اف اكس عندما الاكس تقترب من الاثنين نقول غير موجودة، غير موجودة. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.